يعني صدف كاباشا عنوان جديد لسياسة كم الأفواه في تركيا. هي تحاكم حاليا أمام القضاء بتهمة الإساءة إلى شخص الرئيس أردوغان، على الرغم من أنها لم تذكره بالاسم في إطار حديثها خلال مقابلة تلفزيونية عن الوضع السياسي في البلاد. وكانت كاباشا قد استحضرت مثلا شعبيا فسرته الحكومة وفق نظرتها، وأكثر من ذلك ذهب الرئيس بعيدا في لغة الوعيد بحقها. هناك من يسمي نفسه صحفيا يطلق تصريحات تجرح الآخرين وتسيء لهم. نريد أن نؤكد لهؤلاء ولأمثالهم أن مثل هذه الجرائم لن تمر من دون عقاب، وستتم ملاحقتهم قانونيا. 70 صحافيا يتعرضون للمحاكمة شهريا بسبب كتاباتهم وآرائهم المنتقدة، رقم صادر عن منصات دولية تهتم بحرية الصحافة والإعلام. المعارضة التركية وعلى إثر اعتقال الصحافية صدف كاباش رفعت صوتها مطالبة بإلغاء المادة 299 الخاصة بشخص الرئيس لكثرة استغلال السلطات لها في كبت حرية الصحافة والإعلام. مع الأسف لاحظنا أخيرا أن هناك ضغوطا متزايدة تمارس على الصحفيين والمنتسبين إلى الإعلام، ولا سيما أولئك الذين ينتقدون توجهات الحكومة وسياساتها. الوضع بالنسبة للصحفيين خارج دائرة السلطات بات صعبا جدا، وهو ضربة قوية لحرية الإعلام. منذ دخول تركيا في دائرة حكم النظام الرئاسي عام 2018 ارتفع منسوب الانتقادات المحلية والدولية لمستوى حرية الصحافة الآخذ في التراجع، حيث تصنف تركيا بأنها في طليعة الدول في مطاردة الصحفيين المعارضين واعتقالهم. اعتقال الصحفية صدف كاباش فتح الباب على مصراعيه من جديد أمام سهام الانتقاد الموجهة لحكومة أردوغان من أحزاب سياسية في الداخل وجهات دولية تطالب باحترام الرأي الآخر. محمود واثق، إسطنبول، الميادين.